صباح الخير على حضراتكم، اهلا وسهلا بكم. فقره جديده من فقرات هذا الصباح. في الحقيقه طبعا حقوق النشر وحقوق التاليف وحقوق المبدعين من اهم الحقوق اللي لازم نحافظ عليها دايما، لكن بكل اسف بيتم الاعتداء عليها ما بين حين واخر، اما بالجهل بالموضوع اما انت عارف الحقوق لكن الاخرين بيجهلوا بحقوقهم، فبالتالي انت بتقدر برضه تعتدي عليها. المؤلفين لهم دور بارز جدا في المجتمع، وهي اللي قامت عليهم وعلى اكتافهم كمان الثقافات والشعوب، وقد ايه شايفين ما تورث الحضاره ما بين حين واخر. في الحياه دي كلها حقوق كانت في يوم من الايام، والناس دي عملت مجهود كبير في الفكر وفي الدراسه وفي الكتابه وفي التاليف، فلازم يكون لهم حقوق مصونه، ودي كفلها القانون والدستور والقانون المصري، القانون رقم 82 لسنه 2002 الخاص بحقوق الملكيه الفكريه وروافدها المختلفه، كان حاجه منها اللي هي حقوق التاليف. عندنا كمان مؤتمر دولي للنشر وحقوق النشر والتاليف بينعقد في الفتره دي كمان، يمكن ما حسيناش بيه او يعني استمع عنه قليل شويه، لكن احنا هنحاول نلقى عليه الضوء بسبب طبعا الاهتمام بالاستفتاء غطى على كل حاجه يمكن موجوده في مصر على مدار الاسبوع المنقضي، لكن ان شاء الله نحاول نبرز الدور ونحاول نركز عليه بشكل كبير مع ضيفنا الكريم دكتور عزوز علي اسماعيل الناقد الادبي وطبعا احد كبار المؤلفين. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير هندم، شكرا جزيلا على هذه الدعوه. شكرا حضرتك، شكرا جزيلا. اسمح لي بس نطلع لتقرير ونتواصل باذن الله في هذا الحوار. تابعوا مشاهدينا الكرام. اليوم العالمي للكتاب هو عيد سنوي تم استحداثه للمرة الأولى في مؤتمر عقدته منظمة اليونسكو في عام 1995، حيث يشهد هذا التاريخ ميلاد ووفاة عدد كبير من الأدباء المرموقين. منظمة اليونسكو أرادت اختيار هذا اليوم للتعبير عن تقديرها وتقدير العالم للكتاب والمؤلفين، وذلك عن طريق تشجيع القراءة بين الجميع وبصفة خاصة جيل الشباب. هذا ويحتفل المركز القومي للترجمة بيوم الكتاب العالمي اليوم وغدا بمجموعة من حفلات التوقيع لأحدث إصدارات المركز مع تقديم خصومات على بعض الإصدارات. من جهة أخرى تحتفل مكتبة القاهرة الكبرى التابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف وتهدي كتابا لكل زائر للمكتبة. يأتي الاحتفال تحت عنوان القراءة متعة لا تنتهي، وذلك تقديرا لدور الكتاب والمؤلفين في إثراء الحياة الثقافية، وانطلاقا من الدور المنوط به للمكتبة في تشجيع أفراد المجتمع على القراءة والاطلاع خاصة بين الشباب صناع المستقبل. طيب النقاش كان مثمر جدا مع دكتور عزوز في الفاصل، في الحقيقه نحاول نتواصل معاكم ونبين قد ايه في الحقيقه في مشاكل كبيره جدا في موضوع النشر، وقد ايه في مشاكل في حقوق المكلف حقوق المؤلف والجهل كمان المؤلف ذاته بحقوقه وازاي ممكن يستغلها وازاي ممكن يستفيد منها. في الحقيقه ده دور بيقوم به عدد من المنارات الثقافيه في هذه الايام، منها على سبيل المثال المعهد القومي للملكيه الفكريه، وقد ايه الملكيه الفكريه بتلعب دور بارز جدا جدا ونركز عليها في هذه الايام. برحب بضيف الكريم من جديد دكتور عزوز علي اسماعيل الناقد الادبي والمؤلف. دكتور عزوز، بدايه يعني خلينا شايف ازاي المؤلف بيتظلم، انه يعني بيبذل جهد خارق عشان يقعد يالف ويفكر ويكتب، فبالتالي الحقوق يعني اللي يقدر يعرف حقوقه كويس جدا هيقدر في الحقوق الادبيه ما فيهاش اي تنازل اطلاقا، انت ممكن تتنازل عن جزء من حقوقك الماليه لكن حق الابوه للعمل بتاعك ده بيظل مضمون وبيظل مصون كده. صحيح صحيح. اولا حقوق الملكيه الفكريه يعني نصت عليها قوانين كثيره، منها المنظمه العالميه للملكيه الفكريه الوايبو او الويبوليكس اللي تم تاسيسها 1970 واللي بنحتفل يعني باليوم العالمي لها في يوم 26 من هذا الشهر 16 ابريل. وكانت هناك اتفاقيتان شهيرتان، باريس وبيرن، حول وروما ايضا وحول حقوق الملكيه الفكريه. يعني كل هذه الاتفاقيات، يعني اتفاقيه باريس 1883 وبرن 1886، هذه الاتفاقيات يعني بتنص على الحفاظ الكامل لحقوق المؤلف وحقوق الناشر، ليس فقط في المجال الادبي بل في المجال العلمي والصناعي وحقوق العلامات التجاريه وكل هذه الامور. وحضرتك طبعا يعني متخصص في هذا المجال وعارف فيه، لكن احنا في عالمنا العربي للاسف الشديد المؤلف حقه يعني مهضوم بشتى الصور. انا عندي مؤلفات كثيره، واذا ما قورنت بالمؤلف في الغرب، المؤلف في الغرب ممكن يعيش على كتاب واحد او حاجه زي كده، ويمكن وقبل ما يصدر الكتاب بيكون في هناك طوابير طويله بتنتظر هذا المؤلف لهذا الكاتب تحديدا. ولكن احنا
فعلا العربي للاسف الشديد هناك اسباب كثيره، اسباب اقتصاديه وعدم القراءه كمان، يعني دي مشكله كبيره قوي. احنا الحقوق الملكيه الفكريه يعني، وحتى القانون اللي حضرتك تفضلت به 82/2002 في مصر في المعهد ده، يعني كان قانون كويس قوي وحاول بقدر المستطاع، ودي كل يعني المعهد ده والبحث العلمي عندنا واكاديميه البحث العلمي كلها خاضعه للمنظمه العالميه، وهناك طبعا كما تعلم دورات، وفي دورات كمان عندكم في المعهد، وفي مؤتمرات، واي حاجه هنا لابد ان يكون هناك برضو علم بها. لذلك بنقول احنا لدينا في مصر وفي العالم العربي اشكاليه كبيره قوي ما بين القارئ او بين المتلقي وبين المؤلف. عندنا الناشر بقى، يعني الناشر معلش الناشر هو الكسبان في طبعا. في شتى الصور الناشر هو الكسبان، لكن المؤلف الذي سهر وتعب سنوات طوال لم يتحصل على شيء. انا ليا مؤلفات يعني منها يعني طبع منها بال 10,000 نسخه، انا لم احصل منها على شيء، العقد اللي كان بيني وبين بعد النسخ في الشارع ليس هناك صعب. رقيب على دار النشر الا ربنا سبحانه وتعالى. ولكن الحاجة الوحيدة اللي الواحد بيستريح لها ان الدولة تطبع لي حاجة، يعني اللي هي معجم طبع، طبع في الهيئة المصرية العامة للكتاب وعدد كبيرة منه، والحمد لله يعني انا اعتقد ان نفد من السوق. الشاهد هنا ان المؤلف يجب ان يقدر، ويجب ان خاصة دور النشر الخاصة، دور النشر الخاصة يجب ان يكون عليها رقيب اكثر من ذلك، وتعهدات على الاقل التعهدات الاخلاقية. طيب اللي احنا بنقول يا دكتور، عايز اسال حضرتك سؤال، انت كاتب وناقد وبتكتب لك اعمال، هل حضرتك يعني هل نعتبر ان هل ده تقصير ان الكاتب او المؤلف بيقصر انه يطلع على حقوقه من الملكية الفكرية، ولا بيجهل القانون فبالتالي ما بيعرفش، ولا في كمان اجحاف من الناشر بالنسبة له؟ يعني شايف حضرتك التقصير فين؟ هقول لحضرتك الحاجة، اتفضل. انا لو معي فلوس اطبع كتاب هنشر، وسأضع الشروط الخاصة بي اللي تحفظ حقي وتحفظ تأليفي وتحفظ الإمكانية الفكرية اللي عندي، ولكن يعني بنلجأ إلى دار النشر ونقول له اطبع لي واللي هتكتبه في العقد أنا هوقع لك عليه. لماذا؟ لأن الحالة المادية يعني معظم المؤلفين فقراء، يعني معظم المؤلفين يعني من دايما صاحب العلم هو فقير، يعني هو مركز في علمه، يعني بنركز في حاجه خاصه به هي العلم. ولكن احنا بنقول دايما يعني في الفتره التي نحياها الان، فتره انتعاش في القراءه والثقافه والفكر والابداع، علينا ان نتجه الى المؤلف. لماذا لا تهتم يعني الدولة بالمؤلف كمؤلف، حتى لو كان قد طبع مؤلفه هذا في دار نشر خاصة، وإذا ما كان هذا المؤلف الكتاب له صدى كبير يجب أن يقدر هذا. طبعا هناك بالفعل جوائز وأشياء كثيرة بيقدر فيها المؤلف، ولكن دي ملهاش علاقة بحقوق التانية. لازم ياخد لازم يعني يقدر بالقدر المالي الخاص بيه، بالقدر المالي من دار النشر. دار النشر هي المستحوذة على كل شيء. وإحنا بنقول طبعا فعلا الأوراق غليت، الورق غلي والطباعة غليت والأشياء هذه، وأيضا ثمن الكتاب أصبح غالي، لم يكن يعني قبل كده كان ب 10 جنيه و15 جنيه، لكن دلوقتي 100 جنيه و150 جنيه، وهي يعني 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 مبالغ زهيدة إذا ما قيست بالجهد المبذول في هذا المؤلف. يعني المعجم بتاعي أنا قعدت 10 سنين اللي فيه أكتب فيه قبل كده كتاب الألم في الرواية العربية، وهذه وعندي مؤلفات كثيرة، ويعني أنا آخر ما بلجأ بجيب الكتاب وأقرره على الطلب عندي في الجامعة، وطبعا تبقى بأسمان بسيطة جدا. طيب فتحت حضرتك موضوع تاني كمان والاخطر، هو المؤلف الاعتداء عليها في الجامعه بقى، ان هو الطالب بيجيب كده حضرتك بيشتري نسخه ويطبعها ل 10,000 او الدفعه كلها، وبالتالي الكتب بتظل او الانتهاك بيظل مستمر. يعني لو الدفعه المؤلف 500 نسخه ممكن 50 نسخه يبيعوا بالظبط، والباقي يصوروا طيب بره. فين بقى برضه حقوق الملكيه الفكريه هنا؟ ازاي بقى نمسك الموضوع ده ولازم نبتدي التوعيه؟ هناك جامعات ماسكه الموضوع ده كويس، يعني بيشترطوا على الطالب مثلا في حاله دفع المصاريف او ما الى ذلك، وخاصه في المعاهد الخاصه ثمن الكتب من ضمنها، ضمن المصاريف الدراسيه الكتب اللي هي الدراسيه بتاعتك. لذلك بنقول يعني يجب ان يكون هناك ضابط بقدر المستطاع حول يعني الملكيه الفكريه للاستاذ. طبعا في عندنا الجامعات المصرية كثير جدا، في أساتذة فوق يعني بيوزعوا كتير قوي، ولكن برضو في النهاية بنقول لابد أن يقدر هذا الأستاذ بتقدير، على الأقل تقدير مادي من الجامعة التي يعمل بها، من حتى لنا محاضرات هنا وهناك. يعني لما أقول لحضرتك حينما أدعى لألقي محاضرة في
في بلد ما او في محافظه اخرى انظر الى او اناقش رساله ماجستير او دكتوراه، انظر الى المبلغ يعني 70 جنيه او 100 جنيه او 200 جنيه حاجه يعني مش هتجيب مثلا المواصلات. لا الشاهد هنا يجب ان نعيد النظر في القوانين اللي هي كانت في السبعينيات، ما هو ده نسير على القوانين التي كانت اللي كان يتناسب في فتره ما يتناسبش مع فتره حتى تتناسب مع هذه الفتره. طيب دكتور المؤلف اتفضل. لان المؤلف يعني تعب وسهر من اجل هذا المنجز العلمي الخاص به، وطبعا كل مؤلف من المؤلفين له مدارسه الخاصه وله طلابه اللي بيحبوه. يعني انا بجد طلابي في كل مكان بروح في محاضراتي هنا حتى في المجلس الاعلى للثقافه والمؤتمر الدولي. طيب فكره برضه دكتور الاعتداء على مثلا كان في مؤتمر تحت عنوان الملكيه الفكريه والفساد في البحث العلمي، اصبح الفساد في البحث العلمي كبير ان انت تعتدي على حق شخص برضه كتب وصار. طيب. بدون حتى نسب في مؤلفك لما بتيجي تعمل دراسات عليا ما بتنسبش حتى للمرجع الخاص بالشخص ده وتشير اليه من قريب او من بعيد سرقة. وتقتبس فيه وتحط كده على طول عندك. كلام حضرتك مظبوط، هذه سرقات يحاسب عليها القانون. هو لدينا في مصر يعني القضاء المصري اثبت لاحد الشعراء الكبار لا داعي لذكر الاسم حقه في ديوان قد سرق منه كاملا. ولذلك بنقول هذه الامور سرقه. لا وكان لو ننظر الى قضيه شهيره قوي يا دكتور بين لسه الفنان احمد حلمي والكاتب احمد مراد، لحد تتذكر كده كان يترجم للروايه وهو حطها عنده في الدرج فتره طويله. لا صحيح. المحكمه حكمت فيه. صحيح. لا اللي عارف حقه بيقدر يجيبه كويس، بيقدر يجيبه، بس في ناس ما تقدرش تصرف على المحامين والفلوس والمحاماه والقضاء. دي مأساة كبيره طبعا. دي مأساة، لا بد ان ننظر الى المؤلفين باعتبارهم يعني اصحاب فكر واصحاب راي، ولا بد ان نعي حقيقه مهمه جدا، هؤلاء هم الذين يؤثرون في المجتمع. انك من يعني من السهل جدا ان تهدم بيتا، ولكن من الصعب ان تبني عقلا. صحيح. تاخد صحيح. وقت طويل. صحيح. لذلك طيب. بنقول علينا ان نهتم بالمؤلفين والكتاب. طيب خلينا نستغل كام دقيقه الفاضلين للمؤتمر اللي منعقد دلوقتي الايام دي في مصر، وطبعا الاستفتاء غطى عليه شويه بس هنحاول نبرز دوره. ايه اللي ابرز التفاصيل الخاصه بيه يا دكتور؟ اولا نحيا الان في عرس ثقافي في بلدنا الحبيبه مصر، ملتقى القاهره الدولي السابع للروايه العربيه، الروايه في عصر المعلومات، دورة الطيب صالح. هذا الملتقى هو الملتقى السابع، وقبل ذلك كان هناك 6 ملتقيات. يجب أن نعلم أن الملتقى في هذا الوقت يضم أكثر من 250 ناقدا وروائيا من كبار النقاد في العالم العربي والغربي، وبوجود أكثر من 20 دولة عربية وغير عربية. يجب أن نعرف أيضا أن هذا الملتقى يعني يحوي العديد والعديد من الأبحاث العلمية التي من شأنها أن ترتقي بالذائقة الفنية للرواية العربية. وكل ملتقى من الملتقيات السابقة والحالي والملتقى الحالي هناك روائي سيفوز بجائزة. طبعا الجائزة قبل ذلك كانت 100,000 جنيه، ولكن في هذه الدورة كما أعلنت وزيرة الثقافة دكتورة إيناس أنها وصلت إلى 250,000 جنيه تقريبا، وده تشجيع للروائيين على الكتابة، وده شيء كويس. أقل دور ممكن، أقل ما يمكن، أقل طبعا يعني بصراحة. مبلغ زهيد إذا مقيسة بالأعمال التي تقدم. مستمر من كام لكام يا دكتور؟ هو بدأ يوم 20 وينتهي يوم 24 من هذا الشهر. ويجب أن نعلم أن هذا الملتقى أو الملتقيات السابقة كانت قد بدأت في 1998، وكل ملتقى 98 كان الملتقى الأول يعني من 10 سنين تقريبا. 98 لا من 20، من 20 سنة تقريبا. 20 سنة. وأول من فاز بها في عما أتذكر كان الكاتب السعودي الله يرحمه عبد الرحمن منيف، ثم بعد ذلك طيب صالح، وصنع الله ابراهيم. صنع الله ابراهيم كان في الدوره الثانيه اللي رفض بعدها ان يحصل ان ياخذ الجائزه. والشاهد هنا ان كل فتره من الفترات هناك ملتقى دولي نحن يعني بنسعد جدا، يمكن هذه الملتقيات السعاده فيها ان نلتقي بزملائنا في الغرب او في المغرب العربي، الجزائر، المغرب، تونس، عندنا ادباء كبار كانوا معنا في الملتقى، وما زلنا حتى الآن هناك أبحاث بتطرح وتقدم، وكل باحث يقدم أطروحته يقدم ورقة العمل بحثية. أنا شخصيا قدمت ورقة بحثية عنوانها شعرية الرسالة في الرواية العربية وأسئلة وطرح في عالم الرواية العربية، لأننا الآن نعيش في زمن الرواية، زمن الرواية الذي أخذ يعني زخما طويلا. هناك من يقول أن زمن الرواية ده يعني لماذا طغت الرواية على الشعر؟ الرواية هي حاضنة للكل، ما بداخل الرواية فيها رسالة، فيها قصيدة شعر، فيها قصة قصيرة، فيها قصة تضمينية. الرسالة حوت
وبعدين ليس بغريب على الرواية، لماذا نستكثر على الرواية أن تأخذ هذا الحجم الكبير؟ صحيح. ظل الشعر مهيمنا على الساحة الأدبية منذ العصر الجاهلي وحتى بدايات القرن الماضي مع رواية زينة للدكتور هيكل، البداية الحقيقية للرواية، يعني 100 سنة تقريبا. يعني لماذا نستكثر؟ وهذا جنس أدبي، هناك كتاب بارعون له من الشباب ومن الشيوخ ومن الكبار ومن الصغار يكتبون في الرواية. لذلك إذا أردت أن تعرف القراء فذهب إلى دار نشر ومعك ديوان من الشعر ومعك رواية، سيتلقى في الرواية ويترك ديوان الشعر. صحيح. شكرا جزيلا. وهذا لا يعيب على الشعر ديوان العرب كان وما زال. شكرا جزيلا دكتور، شرفت بالحديث معاك، وطبعا نحاول ان احنا الفتره اللي جايه ان شاء الله نوعي بحوار. يا ريت والله يا قناه النيل الاخبار تكون معنا في المجلس الاعلى للثقافه ان شاء الله، دايما معاك ان شاء الله، وكل حدث ثقافي وكل عرس ثقافي احنا موجودين معاه. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور عزوز علي اسماعيل الناقد الادبي والكاتب الكبير، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا دكتور، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، غدا باذن الله فريق عمل جديد من برنامج هذا الصباح، ابقوا معنا، الى اللقاء.